قبس هومية من مدينة وجدة. عندي واحد الأخ كان خرج على الجزائر، كما عارفين الناس وجدة ما بين الحدود الجزائرية، باش يحرق على عبر البحر باش يحرق لإسبانيا. هو عنده دي بروبليم دو سونتي، عنده مشاكل في صحية، وفي المغرب نورمالمون عندي انا وياه مشكل، انا كانت عندي بحالها مي ما داويتش هنا، داويت في الخارج، وهو كان باغي لا ميم شوز بحالي باش فوالا لوبيراسيون ديالو هنا ما نجحاتش، ودرنا لي مويا لي فيزا وما قبلولوش، دونك الى ديسيدي باش يمشي يحرق باش يدير فوالا لوبيراسيون. هو حرق على الجزائر، مشى لو 29 اكتوبر 2021 مع جوايه الربعة ديال الصباح 3:30. عيط ليا قال له اختي راه صافي راه غادي نقلعوا، راه حنا 16 واحد بينا، دعي معايا. وهادي الوالدين ديالنا ما كانش ما عندهمش الخبر، يعني كنا باغيين نقول حتى يوصلوا ونقولها لهم. قلت الله يسهل عليك. كيوصلوا فاتوا المياه الدوليه، عيط لينا هو وداك السيد اللي معاه مغربي حتى هو، حيت كاينين غير المغاربه وشي الاخرين ديال الجزائريين. عيطوا لنا قالوا لنا راه حنا فتنا المياه الدوليه وما تخافوش علينا، وراه التليفون الريزو ما كيقبضش. صافي كيوصلوا كيفاتوا المياه الدوليه، وصلوا قريب للشط، عيطوا لنا قالوا لنا احنا وصلنا ما تخافوش علينا، راه كي غادي راه مشدونا لا مارين، كي غادي نديروا غادي نعيطوا لكم، كي غيطلقوهم غيعيطوا لينا. حنا حسبنا غادي يطلقوهم ديك 72 ساعه ولا 72 ساعه على حساب الفحص وعلى حساب الكوفيد. وهذه دابا دي باساو 72 ساعه، قطعت البيي مشيت لاسبانيا البور اللي قالوا لنا هما فين فراهم، اللي هو كارتاجينا مورسيا. مشيت تمايا دخلت للبور، قالوا لي لي غوارديا سيفيل راهم كانوا هنايا، قبضوا بزاف ديال الحراقه في 29 اكتوبر، مي راه جاو لي بيس نتاع لا بوليس خداوهم. مي قلت لهم فين خداوهم، قالوا لي راه خداوهم شي كل واحد فين كيديوها، اليكونت الميريا كل واحد فين كيديوها. عييت من نجري، مشيت لابوليس ناسيونال، جبت لهم الباسبور تاع خويا بان خويا، وجبت لهم الحاله المدنيه ديالنا الفغيت فامي باش يعطوني لي زانفورماسيون. تعاملوا معايا خايب اكفس، يعني تعاملوا معايا خايب، هما شافوا الباسبور ديال المغرب تعاملوا معايا خايب للاسف الشديد. مشيت بقيت كنسول، ما بغاوش يعطوني لي زانفورماسيون، ما بغاوش يوريوني الحباسات، ما بغاو يوريوني حتى شي حاجه. عييت ما كنجري، عييت ما الراس السلطات، صفت البريه للوزاره الخارجيه، ما كان والو. مالوغوزمون البوليس ناسيونال قالوا لي خصك تمشي للكونسولا ديالكم وهي تجي تقلب على ولادها. دونك انا مشيت للكونسولا ديال المغرب، قال لك لا حنا ما كنقدروش نديرو حتى شي حاجه، حنا اوني لا جوست على حساب لي بابي وهادي، باش على حساب الناس اللي كتبغي تبدل الباسبور وهادي. وانا يمين جيت كنسول، مشيت رجعت عند لابوليس، قالوا لي لابوليس ناسيونال الكونسولا ديال المغرب الدور ديالها هي واش هي كتحمي المواطن المغربي في الدول الاوروبيه. دونك ملي ولات عاود رجعت عندهم ما بغاوش يعطوني راس الخيط، عطاوني واحد النيميرو ديال واحد الافوكا، طلعت عنده غير تما حداهم، صدق نصب عليا دا ليا الفلوس وما رد عليا حتى شي حاجه، ما قال ما بغى، ما كان عيط ليه ما كيواجبش، كنقول ليه قال لي غنجيب لك لي زانفورماسيون، ما جاب لي والو. المهم هذاك غنرجع من بعد وندير به شكايه. دابا حنا انا جيت قررت نجي باسكو البيبان كما قالوا تسدوا في وجهنا، دابا انا مغربيه وجيت للمغرب ديالي باش السلطات المعنيه بالامر دير حل. راه ما كنهضرش غير على خويا، راه دي ميل مغاربه اللي راهم مشدودين تما في الحبس. دونك حنا بغينا نعرفوا علاش راهم مشدودين، وبغينا نعرفوا علاش هو طلب غير اللجوء. يعني ما عجبكمش الحال رجعوا من بلادهم، ما تشدوهمش من 29 اكتوبر جوسكا حتى لدابا، راه بزاف. وبالتالي يقول لك هذا البحر، واش انا خويا كيعيط لي يقول لي وصلنا وتقول لي هذا البحر 16 واحد، نقول له سيدي غرقوا البحر، ما غاديش يرمي واحد، ما يرمي جوج، ما يبان حتى واحد سلك، ما زعما راك مشاو معاهم دي ميتناجور، مشاو معاهم بزاف ديال الناس، امبوسيبل باش يقول لي انا خوك راه غرق. عيط لي في التليفون يقول لي راه حنا وصلنا. ديكو جيت انا هنايا درت محاولات، عيطت لواحد الرابطه تاع حقوق الانسان الله يجازيهم بخير، كانوا وقفوا معنا ما نساوش خيرهم، الرابطه تاع حقوق الانسان ديال هنا وتاع الجزائر، حتى هما تبارك الله عليهم ناس الجزائر تعاونوا معنا بزاف ما نساش خيرهم، زعما صراحه تعاونوا معايا بزاف، وهما اللي جبدوا لي كاع لي زانفورماسيون نتاع الناس اللي مشى معاهم خويا نتاع لي كوردوني، كلشي جابوه لي الله يكثر خيرهم ما نساش خيرهم. ودابا انا جيت كما قالوا المغرب كنطالب الوزاره الخارجيه باش دير شي حاجه، اوبليجي خصها دير شي حاجه، باسكو راه ما كاش غير مغربي واحد ولا جوج ولا ثلاثه، راه كاين دي ميليم، راه الملايين تاع المغاربه مقبوضين تمايا بلا حقوق بلا والو، شادينهم في الحباسات، راه منهم مساكين كنت شوف الحاله ديالهم، مي كيجيو خارجين راه مي كنجي تصوت خارجه راه ما تصورش، يقول لهم ما تقولوش، الا تقولوا دخلوا الحبس. دونك انا
كنتمنى من السيد جلالة الملك نصره الله يتدخل، الله يجازيه بخير، يتدخل باش يجبد لينا خوتنا في راهم، وباش يحاولوا يتصلوا بالسلطه الاسبانيه يرجعوا لي اخويا، باسكو هو راه تخلط مع لي زالجيريان تما، مع البروبليم ندخل الجيري والاسباني عندهم دي بروبليم. دونك جو بونس خويا راهم يمكن يحسبوه جزائري. نتمنى من السلطات المغربيه تقوم بالاجراءات. والسي ناصر بوريطه حتى هذا الميساج ليه، حنا كنفتخروا بك وصراحه يعني قمت بالواجب ديالك، وانا ما قلت شي عيب. كنتمنى منك حتى نتايا تجري لنا على 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 هذا الشيء، على هذا الدوسي، وتسلك ولادك اللي راهم مساكين مقبوضين في الديار الاسبانيه. هذوك راهم ولادك، كما عندك ولادك راه عند هادو ولادك. الله يحسن عوان الوالدات، الوالده راه مسكينه قلبها محروق، الوالد ديالي حتى هو. ونتمنى ان شاء الله هذا الصوت ديالي تسمع للناس كاملين، وانا ما غاديش نسكت، وما غاديش واخا يبقى فيا غير عرق واحد، ما غاديش نخلي هاد لافير واكوز دو مون فريغ على هادشي اللي وقع. قررت انا ندخل المنظمه تاع حقوق الانسان باش نساعد الناس كاملين، ما غاديش نساعد غير خويا وهادي. ونتمنى يتسمع الصوت ديالي، وما غاديش نسكت، وما غاديش حتى نلقى خويا، سوا حي سوا ميت ما غنسكتش. هذا هو لي بروف كوم بوا خويا راه معاهم. انا يا خويا ولد خالي مختفيين، اختفاء نهار 16 في شهر 10 2021، من تما ما بقينا سمعنا عليهم حتى شي خبر. كاين هضره بزاف من بعد ما مشى الاخ ديالي تما في اسبانيا، كيسول في الاخ ديالي اللي عنده اوراقي تمايا، كيسول في لامارين، سول ما عطاو حتى شي حاجه. من بعد بقات جينا اخبار انه تقلب بهم البوطي وبقاو شادين في الباده. واحد السيد قال لهم انا كملتها عوم 35 كيلومتر. دروك احنا يعني كناشدوا جلاله الملك وسي الحموشي وسي بوريطا، حنا بغينا ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير ولادنا الا راهم في السجون نشوفوا الاجراءات اللي كنديروها باش نجيبوهم. حنا قسما بالله كنشوفوا موادنا كيضيعوا قدامنا، ورده كل نهار كتمشي منها ورقه. حنايا بداتنا ما بقيناش عايشين، حنا بداتنا ما النعاس ما كنشوفوهش لا نهار ولا ليل. هاني انا لا خدمه لا، وبقيت سامح في صوالحي، سامح في اي حاجه، فين ما قالوا لي سير كنمشي. اي باب دقيناه اللي صوني اللي كيقول لك اودي تبع ديك الخطوه كنتبعوها. دروك حنا تلفنا، بداتنا حنا تلفنا، ما بقينا عارفين ما نديرو. لذلك كناشد جلاله الملك، عندنا امل في الله سبحانه وجلاله الملك وسي بوريطه، كنطلبوا منهم الله يجازيهم بخير، نتمنوا من الله يتسمع هذا الصوت ديالنا ويتعاونوا معنا نجيبوا ولادنا حيين ولا ميتين، حيين ولا ميتين، متقبلينها. تمسح متقبلينها، حنا بغيناهم لا حيين ولا ميتين.